السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. إعلان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعو المشمولين بالإعانة من ليس لديهم بطاقة ماستر كارد مراجعة مقر الهيئة. فابقوا معنا بعد الفاصل لنتعرف ما سبب دعوة وزارة العمل للمشمولين بالإعانة من ليس لديهم بطاقة الماستر كارد بعد الفاصل. تدعو هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين من راتب المعين المتفرغ والغير مصدرين ببطاقة الماستر كارد ومن أكملوا إجراءات الفحص الطبي وكانت نتيجة الفحص يحتاج معين إلى مراجعة مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020، يعني يوم غد إن شاء الله، وحسب تاريخ القرار. وتكون المراجعة كما مبين بالجدول أدناه وعن طريق المصارف المحددة، وذلك لاستلام استمارة إصدار الماستر كارد لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني لرواتبهم، ويكون اختيار المصرف من حق المستفيد. جدول يبين أيام المراجعة لأقسامنا في بغداد والمحافظات حسب التاريخ والقرارات. أولاً اللي قرار مالته بشهر أيلول، يعني شهر 9/2019، راح يكون مراجعته من 8/1 ولغاية 15/1/2020، واللي القرار مالته بشهر تشرين الأول يعني 10/2019، يعني شهر العاشر 2019، راح يكون مراجعته من 16/1 ولغاية 25/1. ثالثاً اللي القرار مالته من شهر تشرين الثاني يعني شهر 11/2019، راح يكون المراجعة مالته من يوم 26/1 ولغاية يوم 5/2/2020. رابعا بالنسبة للقرار مالته بالشهر كانون الثاني يعني شهر 12/2019، راح يكون مراجعته من 6/2 ولغاية 20/2/2020. خامسا متفرقة للذين لم يراجعوا بنفس اليوم المحدد لهم أعلاه، ومثل ما ذكرناها بالأربع فقرات الأولى والأربعة أشهر الأولى، من واحد راح يكون مراجعتهم من 21/2 ولغاية 30/2/2020. المصارف: أولا مصرف آشور في بغداد والمحافظات يكون إصدار الماستر كارد مجانا. ثانيا مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات يكون إصدار الماستر كارد بسعر 10,000 دينار، وسيتم منح الرواتب المشمولين المذكورين أعلاه حين إقرار الموازنة وتوفير التخصيصات المالية لعام 2020. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. تحياتي لكم أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.